اليوم إذا عم نقول إنه بس تمشي السعودية، في اعتقاد بيقول إنه بس تمشي السعودية بأمر ما فيها تفرضه على القوات، لو شو ما يكون سمير جعجع طالع طلعته ولا لا. اليوم هذا هو الصراع بينكم وبين جبران باسيل، مين بيكون هو اليد الخلاص يلي بيقدر بعدين يفرض ورقه على الطاولة؟ أول شيء فرضية خطأ أدت إلى استنتاج خطأ مرة جديدة. الفرضيات ما بجيبهم من عندي، يعني بجيب مين جبتي من عندك إنه إذا السعودية ضغطت على القوات بتمشي؟ هذا الكلام الموجود بالصحف. لا هذا كلام أول شيء مش شايفه بالصحف، الكل بيعرفوا شو سويتنا، الكل بيعرفوا صداقتنا مع المملكة ومع فرنسا ومع أمريكا ومع بريطانيا ومع الصين ومع كل هيدي الدول، مع روسيا. ولكن هذا لا يعني إنه حدا بيضغط علينا تنمشي ضد قناعاتنا وبدنا نعملها. ما فتنا 11 سنة على الحبس، واسمعيني كتير منيح، ما حدا بالعالم غير سوريا وإيران كان بدهم يشيلوا عن رئيس الجمهورية، وأنا مسؤول عن كلامي، ولا حدا، وعديهم كله. ما حدا بالعالم غير كان بدهم يشيلوا عن رئيس الجمهورية عادة سوريا وإيران. سوريا وإيران إيه؟ لو السعودية ما كان بدها كان إجا مش عن رئيس الجمهورية. مش صح، مش صح، اسمح لي فيها، مش صح. وقت اللي طلع قرار أن يكون ميشيل عون رئيس جمهورية كان قرار سعودي إيراني مشترك. أبدا، وخطأ 100%، وأنا مسؤول عن كلامي وأتحدى وأتحدى اللي بدك إياه. مثل ما بدك. لا مثل ما بدي أكيد، لأنه عشت إنه مثل ما بدك يعني، بس إنه العالم عم تسمع. أنا أتكل على غلطانين، شو ما سمعوا بتكل على مش معناتها صح. لو سمعوا مش معناتها صح، على وعي الناس يعني. لا الفرنساوي كان بده إياه، لا الأمريكاني كان بده إياه، ولا السعودي كان بده إياه. مسؤول عن كلامي أنا، أوكي. برضو اعتبرنا إنه بهذا الظرف ضمن إطار البنود العشرة ما بقى في خيار بوقتها، ومشينا فيه، والكل زعلوا بس مشينا فيه. ما حدا بيضغط على القوات بس تصير العملية تمس الثوابت الوطنية. بذات الوقت منفتحين على كل اللاعبين الإقليميين والدوليين، لأنه هيدا واجب أي مسؤول سياسي بلبنان، يكون جسر عبور تجاه كل دول. قديش قادرين تضلوا تلعبوا هذا الدور التعطيلي أو تطيير النصاب في حال بقي الجمود مثل ما هو، في الركود مثل ما هو ماشي؟ أيام ميشيل عون عدنا سنتين ونص، هلأ الثنائي الشيعي متمسك بسليمان فرنجي، ومبارح طلع كلام دقيق جدا يقول أنه يلي مراهن أنه هذه لعبة أو نحن رح نتخلى عن هذا الترشيح أو أنه سنتراجع عن هذا الترشيح فهو واهم. إذن هن متمسكين بترشيحهم، أنتوا بالمقابل متمسكين بترشيح ميشيل معوض إلى رئاسة الجمهورية؟ هيدا نقول أنه لا ميشيل معوض متمسك بترشيحه، ولا نحن بالتالي متمسكين بترشيحه، ولكن لن نتراجع قيد أنملة إذا ما لقينا مرشح هيدا يجيب أكثر من ميشيل معوض. ساعتها بنحكي نحن وميشيل معوض كيف أطياف المعارضة اللي قريبة منا تنشوف أي خطوة بدنا ناخذ. فالتمسك مش بالشخص، على مع احترامي الكبير لشخص نائب ميشيل معوض، التمسك هو بالأهداف. إذا ميشيل معوض بيخدم هذا الهدف نحن متمسكين فيه، إذا لقينا حدا قادر أكثر يخدم هذا الهدف بيكون هو خيارنا. هي المشكلة تعددية الأهداف، يعني كل واحد هدفه في مكان آخر، بس في شي حدا منكم هدفه البلد والناس وإنه نطلع من هذه المصيبة اللي نحن فيها، ولا هدف كل واحد منكم هو أنا بدي عطل على المشروع الإيراني السوري، والتاني بده يعطل على المشروع الأمريكي الفرنسي السعودي؟ كيف عم تقروا الأمور؟ بس نحن نحط بالصورة كيف بدك يعني تطلعي من الأزمة الهائلة الاقتصادية والاجتماعية اللي عم بيعاني منها لبنان إذا ما طلعتي بخيار سياسي واضح يقدر يكون سيادة وإصلاح؟ عندي سؤال، لأنه كل مصايب لبنان سياسية. عندي سؤال افتراضي عطبيعي فيك تجاوبني عليه جرب بهيك يعني بصراحة مطلقة. ماذا لو طب تعرف هلأ يعني ما في شيء بالسياسة لا خلاف بدوم للآخر ولا حتى قرار بدوم للآخر، كله يخضع للمساومة، يخضع للتفاوض، في ناس بتعلي السقف لتحسين شروط التفاوض وما إلى ذلك. ماذا لو صار اتفاق معين وصار في تقاطعت مصالح مشتركة سعودية إيرانية معينة وجاءت الموافقة السعودية وأبت الواط على سليمان فرنجية، شو بتعمل القوات اللبنانية؟ ما بنمشي،
ما بتنزلوا على المجلس؟ أكيد أنه بهيك ظرف ما رح نأمن النصاب، وقلناها بشكل واضح. حتى لو أرادت السعودية ذلك؟ أكيد لا. يعني هل قد عم بسألوا واضح؟ بتعرفي بشو بلشت عملية استلمين الفرنجي بال 2016؟ بشو؟ لقاء بين عادل جبير ولوران فابيوس. أوكي. رجعت بعدين صارت تواصل بين رئيس الحريري وسليمان فرنجية، بعدين صار ميل أو توجه للقبول بهذا الترشيح من قبل والجملات. وبالتالي إذا بتذكروا منيح لمن علي عواض العسيري سفير المملكة بلبنان أبو فيصل بلش جولته بتلك الفترة، كان الانطباع العام انطباع العام ما عم بقول أخذوا قرار بدعم سليمان فرنجي. أوكي. كان أوضح تصريح له عند خروجه من كان الرفض داخلي مع سامي الجميل. إيه. وبالتالي لو بوقتها بدنا نمشي كنا مشينا. لو بوقتها إذا السعودية ضغطت علينا بنمشي كنا مشينا، ولا مرة السعودية بتضغط علينا ولا مرة. ويمكن هيدي بأساس بناء الثقة. وهلأ عمليا ما رح يصير هيدا الشيء، ما رح يضغطوا علينا، نتشاور نتواصل بين مجموعتين بيحترموا بعضهم، بيعرفوا بعضهم كتير منيح، في ود واضح وفي تقاطع لرؤية مصالح لبنان ومصالح المنطقة، وطبعا المملكة عندها مصالحها وهذا أمر طبيعي.